حلقة جديدة من فولو أب بنبدأها بفيديوهات من سوريا لعرض إيراني. تحضر جلسة عزاء بالحسينية تربح معنا وجبة مجانا. ننتقل لتركيا وسوري. تعرض للطرد من البيت اللي مستأجره وانرمى بالشارع بالتزامن مع ارتفاع حدة الخطاب العنصري ضد اللاجئين بتركيا. اجى صاحب البيت الساعة 5 العصر، بعد العصر نولته مفتاح البيت، نالوا كتر خيره هيك مبسوط انا بالشارع، قال ايه انا حقي وهذا بيتي. فضيحة كبيرة بسلك التعليمي التابع لوزارة التعليم العالي بعد انتشار فيديو لأستاذ جامعي وهو عم يستغل طالبة عنده جنسيا. من العراق، حادثة سرقة غريبة عملت جدل كبير وتحولت للغز على صفحات العراقيين، سرقة حاوية زبالة من أحد شوارع بغداد. خلونا نبدأ لحتى نشوف تفاصيل هاي الأخبار وتفاعلكم عليها. عرض خاص من إيران ومعمميها، أحضر مجلس عزاء بتربح معنا وجبة طعام شهية. هذا الشيء صار أمس بسوريا، الداخلين لمجلس العزاء حصلوا على الوجبات بطريقة كرنفالية بتوحي أنهم عم ياخذوا ميداليات بالأولمبيات. خلونا نتابع مع بعض. صلواتك عليه وعلى آله في هذه وليا وحافظا ودليلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مثل ما بنعرف انه اي وجبه تقريبا بعد 30 ل 45 دقيقه بتبرد، ويمكن لهذا السبب كانت مده العزاء نص ساعه. بنشوف فيها كيف اللي قاعدين حاطين قدامهم هالوجبات وناطرينه لحتى يخلص ويرجعوا على بيوتهم بالعشاء لعيالهم. من طقوس الطائفة الشيعية بعاشوراء توزيع الأكل وإقامة مجالس عزاء تستذكر معركة كربلاء اللي صارت بال 680 ميلادي. خلال المجلس الرادود أو المعمم بيحكي قصة معركة كربلاء بصوت بيجمع بين المصيبة والعزاء. هاي الطقوس نقلتها إيران مثل ما هي من العراق لسوريا اللي بيدعي فيها النظام أنه علماني وعم بيحارب الخرافة والجهل. إيران استغلت تدني المعيشة بسوريا وحاجة السوريين لنشر التشييع بمناطق بتسودها أغلبية دينية تانية. مرة بتعطي رواتب ومرة بتعرض وظائف وميزات كتيرة ممكن توصل لتسفيت الطرقات مثل ما عملت بالسيدة زينب مؤخرا. ماجد العباسي كتب تغريدة وقال فيها: جل الدول التي حكمت إيران منذ الاحتلال الصفوي 907 هجري مارست سياسة التشييع على الشعب أشد الدولة الصفوية الأم ثم النظام الحالي، ولكنها بطريقة ذكية جدا، وكذلك الدولة القاجرية. أما الدولة البهلوية فهي لم تكن طائفية، بالتالي تغيرت نسبة السنة خلال 5 قرون من 90% تقريبا إلى أقل من 30%. تغريدة من ناجي أيضاً بتقول: إخواتنا المحرومين الشيعة خلال عاشوراء بنيجيريا ما شاء الله وصل التشيع لهنيك، إيران الظاهر مشغولة برش العملة إلا على شعبها. أما فرانكو فكتب: النظام يسعى لانتزاع الهوية السنية تماماً عبر تغيير التركيبة السكانية بتهجير السنة وتوطين الشيعة. أمس كانت صفحات النظام ضاجة بدورة تحفيظ قرآن حضروها 300 طفل من ريف جبلة، وكان التوجه العام ضد إقامة هيك فعاليات. طبعاً هذا بحسب رأيهم. برأيكم ليش شبيحة أسد شافوا القشة بدورة تحفيظ القرآن وما شافوا الحجر بعين التشيع وتغيير وجه البلد؟ الصحفي السوري جمال مامو نشر على حسابه بفيسبوك فيديو لمواطن سوري مقيم باسطنبول بتركيا طرده صاحب البيت ورماه بالشارع بدون أي سبب.
الشاب طلب فترة لبين ما حتى يلاقي بيت، بس صاحب البيت رفض، واستمر رفض صاحب البيت حتى بعد مطالبات من الجيران الأتراك اللي حاولوا يتوسطوا له، وانتهى الأمر بطرد العيلة السورية وتشريدها بالشارع. خلونا نشوف مع بعض. بقول لي بعتذر منك، انا ما بقدر اعطيك مهلي ولا دقيقه. قلت له انا غلطت معك بشيء، قصرت معك بالدفع. قال لا. قلت له مو من شهرين زودت علي الاجار وزودت لك انا. قال مبلا. قلت له ليش بدك تطلعني؟ قال لي انا مو بدي طالعك، انا بعت بيتي، تصطفل منك لصاحب الجديد، انا اعطيته رقمك. بتواصل مع صاحب البيت الجديد، انا بقول يمكن طيب خطرنا يعطينا مهلي شهرين. بتفاجئ فيه بانه عم يعاملني باسلوب هجومي، بدك تخلي مباشره. قلت له طيب وين بروح انا عيلي؟ وين بروح بالشارع؟ بهون عليك انا اروح بالشارع؟ يعني وين بدي اروح؟ خليت اتراك جيراني بالبيت يتواصلوا مع صاحب البيت الجديد انه هالشاب طيب وكذا، وخليه قاعد، اعطيه بس شهرين، شهر ونص، شهر. يقول له مستحيل، انا بعتذر منكم، هذا بيتي وانا حر فيه، بعد اللي بدي اياه وطالع اللي بدي اياه منه. حاولنا نوصلها للدوله، تواصلنا مع الدوله بانه صاحب البيت هيك هيك هيك. قال ايه بدك تخلي، انت عقدك خالص وبدك تخلي، يعني لازم تخلي، هذا صاحب بيت يعني. أولت امبارح، هذا الأسبوع الماضي كلياته، يوم يجيني ثلاث شباب على البيت، يوم يجيني أربعة، يوم يجيني خمسة، بده يقول لي زوجتي والله إجاك خمس شباب، إجا خمس شباب خايفين، عم يدق الباب، عم يقولوا نحن بوليس، عم يقولوا مدري شو، هذا الحق تصور إياهم من على العين الساحرة. إجي اترك شغلي وروح اركيد على البيت، لاقي ست شباب على البناية، تلتم البناية علينا، يلا اطلع يلا اطلع يلا اطلع يلا اطلع. أولت امبارح أنا الساعة 5 نزلت أغراض بيتي كلياتها على الحارة. اجى صاحب البيت الساعة 5 العصر بعد العصر، ناولته مفتاح البيت، ناوله كتر خيره، هيك مبسوط انا بالشارع. قال ايه انا حقي وهذا بيتي. معاناة السوريين عم بتزيد مع تصاعد حدة اللهجة العنصرية ضد السوريين والافغان واللاجئين بشكل عام بتركيا. مؤخرا حكى رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان عن اللاجئين خلال مقابلة، ووصف الافغان بانهم متخلفين عن الاتراك 100 سنة، اما السوريين فمتخلفين عن الاتراك ب 30 سنة. هذا التصريح صار ترند على منصات التواصل الاجتماعي وحصد آلاف من الردود، مثل الشهاب اللي علق وقال هذا التصريح يدل على شعور عميق بالنقص. أما زياد فعم يقول لو عندك رئيس وعصابة ببلدك مثل عصابة الأسد كنت لسه عايش بالعصر الحجري. يا مسكين، انظر إلى الدول الديمقراطية ومن يحكمها ثم ناقش مقاييس أو أسباب الحضارة. علاء علق وقال كلامه عنصري نعم، ولكنها حقيقة، نحن متأخرين عنهم كتير منذ سيطر البعث على البلد واستلم الحكم البائد الفاطس، وسوريا لم تتقدم خطوة واحدة للأمام عمرانيا واقتصاديا وسياحيا وعسكريا. أما أيمن فعم يقول الأفغان 100 سنة والسوريين 300، كتر الله خيره وكان كريم معنا. يبدو أنه هذا الرجل شايف حاله زيادة عن اللزوم، نسي أنه سوريا هي أم الحضارات والسوريين هم أهل الإبداع. فضيحة جنسية انتشرت بشكل كبير جدا صارت بجامعة الفرات التابعة لنظام أسد. فيديو جنسي انتشر لدكتور بالجامعة وهو عم يحاول يستغل وحدة من طالباته. الأستاذ الجامعي بالفيديو تلفظ بعبارات خادشة للحياء جدا، ما رح نقدر أبدا نعرض لكم إياه. ورغم أنه الخبر صار له أكثر من 4 أيام، ولكن أمس تحول لترند جماعي على صفحات السوريين، خولوا أنه يكون خبر من أخبارنا بفولو أب. جدل كبير بين السوريين بسبب مكانة هذا الشخص كونه دكتور جامعة وعم يخرج أجيال من الجامعيين اللي بالمستقبل المفروض يصيروا نخبة المجتمع. عن هذا الجدل كتب الدكتور بجامعة تشرين أحمد العيسى بوست وقال فيه: هذه حقيقة يعرفها الجميع وينكرها الجميع. منذ أن بدأت جامعاتنا منح شهادات الماجستير والدكتوراه وبشكل خاص الدكتوراه تعرضت لاختراق كبير لن تقوم منه إلا بقرار كبير. لحتى ينرد على الدكتور بتعليقه يقول: الموضوع غير مرتبط بالشهادة، وبحياته الشهادة ما كانت معيار لشذوذ بعض الأشخاص، يعني إذا معه شهادة وأخلاقه زبالة شو استفدنا؟ لازم قبل ما الدكتور يدخل على السلك التعليمي يدرسوا له نفسيته وأخلاقه وثقافته بالإضافة لشهادته، لأنه إذا مهنة التعليم أشرف مهنة وهيك عم بيصير فيها، شو تركنا لباقي المهن؟ أما محمد علق وقال: جامعاتنا فاسدة دكتور، بحاجة للكثير من القرارات والإصلاحات الجذرية. تعليق من فوفي بتقول: ما كنا وصلنا لهيك فضيحة والتجريس لولا في حصانة بتخلي ما في الإيد غير التصرف مثل ما تصرفت البنت. الحصانة عطت الدكتور الضوء الأخضر لهيك تجاوزات لا أخلاقية بلا رقيب أو حسيب، ولو اشتكت شي بنت بهدوء وبلا شوشرة وبلا دليل صارخ مثل هاد كانت هي اللي انفصلت من الجامعة بتهمة الإساءة لقامة علمية. أما هي فقالت: الموضوع ما له علاقة بمصدر الشهادة، لأنه خريجين أوروبا ما نون أحسن، الموضوع بيتعلق بعدمي الأخلاق والضمير اللي على أساس رافعين راية الطالب وهنن أكبر عدو له، عقبال كلمة حرش بيتعرض لنفس التشهير وأكثر.
فيديو غريب تداولوه العراقيين بالساعات الماضيه لسيده نزلت من سياره وصفوها المتابعين بالعراق انها كشخه، يعني سياره غاليه وحلوه. السيده نزلت من سياره رانج روفر بمنطقه السيديه ببغداد وبسرعه ركضت على الرصيف واخذت حاويه زباله وحطتها بالسياره ومشيت. الفيديو تم تصويره امس، خلونا نشوفه مع بعض. خلونا نشوف شو قالوا العراقيين عن هاي الحادثة المتداولة بشكل كبير على المنصات بالعراق. تعليق بيقول المظاهر خداعة، هواي ناس منخدع فيهم. تعليق آخر بيقول أعتقد في شيء بقلب الحاوية ما بتقدر تطالعه فأخذت الحاوية. تعليق من أحمد بيقول أنا رابطها بسنسلة بالتيل ومخلي كاميرا عليها. أما حميد فكتب معقولة تكون سيارة جمع نفايات بالسيدية رانج والكادر المسائي نسائي. البعض بالتعليقات ربط الموضوع بعمل أمني، وقسم تاني قال أنه الموضوع ممكن يكون شقاوة من السيدة والسائق فقط للتسلية. التفاعل مع الفيديو وانتشاره الكبير خلانا نشارك معكم هذا السؤال، برأيكم شو تفسير هالفيديو؟ شاركونا تحليلاتكم بالتعليقات. وهي كانت أخبارنا لليوم، وهيك بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا. موعدنا بيجدد معكم الأسبوع الجاي، لا تنسوا تتابعونا على أوريانت وأوريانت بلس وتستنونا بحلقة جديدة الأسبوع الجاي. مع السلامة. Thank you.